الجنه ان شاء الله من الشهداء وربي يسمى المهم ان شاء الله هذا هو ثاني يوم هذا المصاب بالجلل في الحقيقة يعني يؤلمنا كثيرا كباقي الضحايا. إذا إن شاء الله تكون آخر أحزان هذا العائلة الكريمة. إن لله وإنا إليه راجعون. الجزائريين كل واقفين معكم والناس كل يزودوا له بالرحمة. والسيد رئيس الجمهورية كلفنا مع زميلتي باش نقدموا لكم التعزية باسم الحكومة باسم البلاد باسم الدولة كل هذا الشيء. تعرفي بلي ربي خيره ربي حبه ختم له ربي بشهادة. هذه شهادة، هذا شهيد في سبيل الله.